أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. موضوعنا الليلة هو مفاجأة لكل العالم، التوراة والإنجيل كتابين أنزل في تونس بالبربرية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كلم موسى بالبربرية، كما أن القرآن يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجانب البحر الشرقي الذي هو البحر الأحمر، وبعث رسول الله موسى بجانب البحر الغربي الذي هو البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد في قابس، الآن قادش، في مدين التي كانت فيها معبد مدين والذي ما زالت أثاره لحد الآن. لذلك قال الله أن رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام بعث غربا وليس شرقا، إذن الخروج كان من مصر إلى تونس، وهذا تثبته التوراة التي حددت المسافة ب3000 كيلومتر، مسيرة 3 أشهر من خروجهم من مصر، وصلوا إلى بيزا سينا، برية سينا، وصلوا إليها بعد 3 أشهر. كما أن التوراة والباحث في التوراة الآن لا يجد الأرض المقدسة في فلسطين بل في تفشيش، ونبوءة إشعياء النبي الذي تسمى باسمه أعلى جبال تونس، جبل الشعامبي، نقول بالدارجة جبل الشعامبي، وهو في الحقيقة إشعياء النبي، والذي وهو النبي شعيب الذي أرسله الله إلى مدين مدنين وليبيا التي كانت تسمى سبأ، وقد تنبأ بظهور الأرض المقدسة، بظهور تونس بعد نسيانها 1400 سنة، أن تونس تنسى قداستها طوال 1400 سنة، يعني منذ دخل العرب إلى أرضنا وغيروا ديننا وكل شيء في هذه الأمة، وألبسونا تاريخا آخر غير تاريخنا، وقلدونا تاريخهم، ومحوا حتى الآثار والمدن، هدموها كي لا يعرف أحد أن هذه الأرض هي الأرض المقدسة. ولكن عندما أراد الله أن تظهر الأرض المقدسة أذن لا بمعرفتها من طرف العالم، وهي والآن في دراسات عميقة وكبيرة في ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي تونس نفسها، والتي وبدأت تظهر المعالم الأثرية الدينية في تونس حتى يعرف الناس ويعرف العالم أن الأرض المقدسة سعوا في خرابها يهود ورومان وعرب، لكل ذلك ليكتفوا بمراكزهم التجارية في فلسطين أو في مكة. يقول إشعياء النبي: قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. هنا تذكر الآية ظلمات، والظلمات مذكورة في القرآن أيضا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نرى أن العالم كله لا يحج إلى الأرض المقدسة، أي أن العالم كله مشرك لا يعبد الله، ونرى العذاب في الأمم في العالم في بعض الدول، زلازل وحروب إلى آخره، وهو الظلمة التي تغطي الأرض. وأما عليك فيشرق مجد الرب، يعني تونس ستظهر قدسيتها ويهرع إليها الناس من المشرق والمغرب، فيسير تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك، يعني تظهر الحقيقة في تونس وتقود العالم وتجمع البشرية أمة واحدة بحج واحد ونسك واحدة وفرائض واحدة بدين واحد
بدون طوائف أو شيعا أو تمسح تلك الطوائف نهائيا من على الأرض، وتكون الأمة البشرية أمة واحدة. ارفع عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم، جاءوا إليك، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي. حين تظهر تونس هي الأرض المقدسة، يعتبر شعب الأرض المقدسة أبرار في العالم. نعم، ويصبح التونسي أو التونسية ذا قدر في العالم لأنه ابن الأرض المقدسة. حينئذ تنظرين وتتزينين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. كل العالم يحب الأرض المقدسة، وحينما تظهر سيهرع العالم لبنائها، لأنها معناها فلذت كبد البشرية كل مؤمن. تغطيك كثرة الجمال وبكران ومديان وعيفة، كلها تأتي من سبأ وتحمل ذهبا ولبانا، وتبشر بتسابيح الرب، تبشر بعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض المقدسة. كل غنم قدار تجتمع إليك. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ في هذه النبوة تبين لنا أن موعد ظهور الأرض المقدسة هو عندما يكون اكتشاف الطائرات، ويكون التحول بالطائرات من المشرق إلى المغرب، كما كان في الإسراء في الإسلام. في ليلة واحدة وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى تونس، ثم عاد إليها في ليلة واحدة، وهذا الأمر نراه الآن حقيقة. إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول، لتأتي ببنيك من بعيد، فضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب إلهك قدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. وبنو الغريب يبنون أسوارك، وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. غضب الله على هذه الأرض لما غضب على أهلها وخرجوا على رسالة الله التوراة، فهدم عليهم المسجد الأقصى وأنساه الناس 1400 سنة، حتى هذا الزمان الذي سيظهر فيه وننتظر ظهوره علميا بالعلماء الأثار في تونس. مجد لبنان إليك يأتي، وتفتح أبوابك دائما نهارا وليلا ولا تغلق، ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم، لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد، وخراب تخرب الأمم. من أجل قدسه سينتقم الله من كل الذين سعوا في خرابها وجعلوها مرعى للثعالب في رؤوس الجبال. نعم، هذا الزمان الذي سينتقم فيه الله من الأمم التي سعت في خراب الأرض المقدسة. وستعود الأرض المقدسة كما كانت من في عهدها مع النبي سليمان عليه وآله الصلاة والسلام، كما أن الإسراء كان من مكة إلى تونس في ليلة واحدة، وقد أكد القرآن هذا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أمرهم الله بالخروج إلى الأرض المقدسة تونس، فرفضوا الخروج، ولذلك قال لهم: واعلموا أنكم غير معجز الله، وحدد القرآن المسافة 4000 كيلومتر، مسيرة 4 أشهر، مسيرة الشهر الواحد 1000 كيلومتر، وهي المسافة الفارقة اليوم بين مكة، بين الكعبة وبين المسجد الأقصى في أعلى جبل إشعياء النبي. هنا يكون إجماع من التوراة والقرآن، كما أن تلاميذ المسيح، تلاميذ عيسى رسول الله ابن مريم عليه وأم الصلاة والسلام، هم الفراكسيس، وكلنا يعلم أن قبيلة الفراكسيس بربرية من ولاية القصرين وولاية تبسلة وولاية قسنطينة، كل هذه أرض الفراكسيس الذين كانت لهم إمارة الفراكسيس، وكان منهم تلاميذ المسيح والحواريون.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.